الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاده لبيع العملة الأجنبية لتصل إلى أكثر من 230 مليون دولار. وأعقد مصادر صحفية أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي ارتفاعا في مبيعاته بنسبة تصل إلى 6.3% لتصل إلى 230 مليون دولار أمريكي، مقارنة بيوم الخميس الماضي الذي بلغت المبيعات فيه بنحو 224 مليونا. وذهبت المشتريات البالغة 180 مليون و180 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حولات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 50 مليون و500 ألف دولار بشكل نقدي. سجلت أسعار خام البصرة الخفيف ارتفاعا جديدا لتتخطى حاجز 73 دولارا أمريكيا. وارتفع خام البصرة المصدر إلى آسيا بنسبة تصل إلى 1.39% ليصل إلى 73 دولارا و45 سنتا، متصدرا أعلى الأسعار في منظمة أوبك، بينما سجل خام البصرة الثقيل ارتفاعا بمقدار 0.52 دولار ليصل إلى 66 دولارا و14 سنتا. تباينت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية مع ميل للهبوط ترقبا لاجتماع للجنة المراقبة الوزارية في تحالف أوبك بلس يعقد الأربعاء. وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر تشرين الثاني المقبل بنسبة 0.12% إلى 72 دولارا و14 سنتا للبرميل الواحد. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الأول بنسبة 0.10% لتصل إلى 69 دولارا و14 سنتا للبرميل الواحد. قال صندوق النقد الدولي إن المملكة الأردنية أظهرت أداء قويا في تنفيذ برنامجه الإصلاحي الهادف لتعزيز النمو الشامل وزيادة فرص العمل مع الحفاظ على سلامة الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي. وأعلن صندوق النقد الدولي أن المجلس وافق على تعديل أهداف البرنامج الإصلاحي في الأردن للسماح بحيز مالي كاف لحماية الانتعاش وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي ومعالجة معدلات البطالة المرتفعة. وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في وقت سابق على زيادة استفادة الأردن من البرنامج الإصلاحي في إطار تسهيلات التمويل الدولية بحوالي 200 مليون دولار أمريكي. أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع العجز في التجارة الخارجية السنوية للبلاد لأكثر من 51.3% وفقا لنظام التجارة العام بسبب تداعيات جائحة كورونا. وقال معهد الإحصاء التركي أن الميزان السنوي للتجارة الخارجية سجل عجزا في شهر حزيران الماضي بأكثر من 4 مليارات و مليونين و 78 ألف دولار نتيجة الأضرار التي لحقت بالتجارة قبل عام جراء جائحة كورونا. وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي تقلص العجز التجاري التركي بنسبة تصل إلى 4.7% محققا 26 مليارا و 72 مليون دولار مع ارتفاع الصادرات بنسبة أكثر من 10%. إلى اللقاء.